إليكم في نشرتنا الصباحية للملاحة وصيد البحر لهذا اليوم السبت 3 ماي 2014. يتواصل الإعلام برياح قوية ساري مفعول إلى غاية يوم غد إن شاء الله على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ويهم شمال تونس وشرق تونس، حيث تهب الريح من القطاع الغربي بقوة 7 إلى 8 من سولون بوفور، أي ما يعادل 28 إلى 40 عقلة، وذلك نتيجة انخفاض تدريجي للضغط الجوي على خليج جنوى. هذا صباح، وكما تبينه صور القمر الاصطناعي الليلية، كان الطقس غائما بأغلب السواحل مع أمطار متفرقة. التوقعات الجوية المنتظرة لبقية هذا اليوم إن شاء الله: بالشمال سحب أحيانا كثيفة مؤقتة رعدية مع أمطار متفرقة، رياح غربية شمالية غربية بين 25 و35 تصل مؤقتا إلى 40 عقدة، البحر شديد الاضطراب. على شرق تونس هذا اليوم سحب أحيانا كثيفة أيضا مع أمطار متفرقة، رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية من 25 إلى 35، فيكون البحر شديد الاضطراب، الرجاء ملازمة الحذر. على خليج قابس هذا اليوم إن شاء الله سحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار، رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية بين 10 و20 عقدة، البحر قليل الاضطراب، والرؤية تمتد من ميل إلى 5 أميال. بالنسبة لهذه الليلة بالسواحل الشمالية سحب أحيانا كثيفة مرفوقة ببعض الأمطار المتفرقة، رياح غربية شمالية غربية من 25 إلى 35 وتصل مؤقتا إلى 40 عقدة، يتواصل البحر شديد الاضطراب، فالرجاء ملازمة الحذر. على شرق تونس هذه الليلة بعض السحب، رياح غربية شمالية غربية بين 25 و35، فيكون البحر شديد الاضطراب. أما على خليج قابس بعض السحب العابرة، رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بين 15 و20 وتصل مؤقتا إلى 25 عقدة، يكون البحر قليل الاضطراب فمضطرب، والرؤية تنخفض من 5 أميال إلى ميل واحد. التوقعات الجوية المنتظرة اليوم غد إن شاء الله على السواحل الشمالية: سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة، رياح من القطاع الغربي بين 25 و35 تصل مؤقتا إلى 40 عقدة، فيكون البحر شديد الاضطراب، والرؤية بين ميلين وستة أميال. بالنسبة لمنطقتي الشابة وجربة يوم غد إن شاء الله سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة أيضا، رياح من القطاع الغربي بين 25 و35 عقدة بالشابة، وبين 15 و20 تصل مؤقتا إلى 25 عقدة بخليج قابس، يكون البحر شديد الاضطراب بالشابة ومضطرب فقليل الاضطراب على خليج قابس، والرؤية بين ميلين وستة أميال. نمر الآن إلى حركتي المد والجزر. ميناء صفاقس متر و44 سنتيمتر على الساعة 5 مساء و53 دقيقة، 47 سنتيمتر على الساعة منتصف الليل و10 دقائق. ميناء قابس متر و75 سنتيمتر على الساعة 5 مساء و58 دقيقة، 54 سنتيمتر على الساعة منتصف الليل و57 دقيقة. ميناء جرجيس 83 سنتيمتر على الساعة 6 مساء و5 دقائق، 30 سنتيمتر على الساعة منتصف الليل و14 دقيقة. في الختام، للحصول على أكثر معلومات الرجاء الاتصال بالموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعث إرسالية قصيرة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.